مالك بتنط زي الأرنب كده ليه؟ أصل النور نور فجأة. ما أنا عاملة لي هجامة وقلبك ميت. كنا هنشوف إزاي في الكحل اللي إحنا فيه ده. أسفة طيب. ماشي يا مؤدبة. أدي كل الدوسات أهي. اختاري بقى منها زي ما أنت عايزة. أحسن حاجة كل واحد فينا يدور في ركن. ده من كتر الكهرباء اللي في المكان ها؟ تعالي. حاضر. أنت عندك كام سنة؟ تديني كام سنة؟ يا خطوبة خلصي. 22 سنة. 22 سنة يبقى 1990. أهو. واسمه إيه؟ مش عارفة، كل اللي قالته لي إن اسمه عجمي. عجمي عبد الحق عبدين ساكن فين؟ منورين زي ما انتوا، بس اضحكوا لي كده عشان الصوره تطلع حلوه. ايوه، من الاخر ننفع بعض. واضح ان كل واحد فينا ليه غرض، على الاقل غرضي واضح بالنسبه لكم. انا عايزه بتحسن من الجرح واكشف للراي العام. وجودكم انتوا الاثنين في الوقت ده وفي المكان اللي صورتكم فيه بيقولوا انكم برضه ليكم غرض. فانا جاي اعرض عليكم عرض، نبقى فريق واحد بدل ما نكون بننافس بعض او حتى كل واحد بيلعب لوحده. ها قلتوا ايه؟ الحكايه عمرها ما هتبقى فريق واحد طول ما فيها صور. الصور اللي معاكي دي معناها ان انت اللي بتسوقي وبتدي الاوامر كده، بقى ما فيهاش فريق واحد. طب افرضي ان انا مش عايز احط ايدي في ايدي، تسيبيني في حالي وتقولي لي خليك براحتك، ولا هتجبريني العب في فريقك؟ وترفض ليه اذا كان انا ممكن اساعدك في خطتك اللي انا شخصيا ما اعرفهاش؟ يا ست انا حر، ما بحب الشريك. ها ما جاوبتيش على سؤالي، اعرف اكمل بعيد عنك ولا ساعتها هيبقى ليكي راي تاني؟ ما تردي. وادي يا ست العنوان لقطه احنا هناك، بس ده في الاقصر. هتروح ازاي؟ هاخد اجازه عرضه بكره واروح. لوحدك؟ عندك حل تاني؟ لولا مشوار بس انت ده كنت جيت معاك يا سماح. انت عارفه؟ عارفه والله يا سيد، ربنا يخليك. ادعي لي انت بس ان انا الاقيه. سماح، هتعملي ايه لو عجم جه شهد معاكي في المحكمه وبقيت في يوم وليله سماح سالم الجرح؟ ياه، أول مرة أسمعها. سماح سالم الجرحي، ليها طعم غريب في ودني. وأنا دوقتها لك؟ أنا بقولها لك. أول حاجة هقعد على مكتب بسنت وأودي أبويا سالم الجرحي بيتنا اللي في إسماعيلية وأحبسه فيه 22 سنة، عمري كله اللي عشته هناك. وبعد 22 سنة بأفرج عنه عشان يحس ويدوق اللي أنا عشته. وبالنسبة لأخويا الصغير ابن البت اللي اسمها ريهام،
لسه مش عارفة هعمل معاه إيه. أما بالنسبة لأمه بقى، دي آخرها أقعدها في أوضتي هنا، والنعمة بأكرميها. أما أنت بقى يا سيد، سيد سيد كده تمام. الباسبور السليم اللي سعادتك جبتيه ده دلوقتي هيخرج باسم بيه من القضية زي الشعرة من العجين، مقابل 750,000 جنيه. ازاي ومش ده الباسبور اللي اتمسك بيه في المطار؟ ده سر المهنة يا ست الكل. انت اللي عليك عملتيه، جبتيلي باسبور سليم، وانا اللي عليا هعمله هخرجهولك من الحجز. انت ليكي يخرج براءة، وانا ليا 750,000 جنيه. جرأة يا متر، واحنا بنشتري سمك في مية، ازاي الهانم هتدفع لك المبلغ الكبير ده كله وبراءة الراجل في علم الغيب؟ انا بشهد شهادة حق. ماشي يا سيد، انا هاخد نص المبلغ قبل ما احط ايدي في القضية، والنص التاني شيك مترخ بعد البراءة بإذن الله. طيب معلش، ممكن نفهم في البداية ليه حضرتك زودت الأتعاب من 500 ل 750؟ الطريقة، الأسلوب اللي هنخرج بيه باسم بيه هي سبب فرق سعر التكلفة. طب معلش يا متر، بس ممكن تشرح لنا بشيلين زيادة عشان نخش معاك في الليلة؟ بتشائم يا سيد. لا طالما بيتشائم خلاص، احنا اصلا معتمدين على الفال في خروج الراجل. ايه ده؟ في ايه؟ انا نسيت نظارتي فوق، وخايف اسيبها ارجع ما الاقيهاش. الراجل ده كل زباينه حراميه، وبعدين بقى ابويا كان جايبها لي من السعوديه، دي اصلي. خلاص يا سيد، روح هاتها وانا هستناك هنا. ما هو انا خايف اعطل حضرتك. حضرتك اسبقيني على الكافيه وانا اجيبها واجي. ماشي يا سيد. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ فين التصريح بتاع المستشفى؟ اصل دي يا سيد. اصل يا اخوي، هات التصريح. اتفضل. بقول لك ايه؟ ايه حكايه اللعبه اللي انت هتلعبها عشان تخرج بيها الواد؟ سر المهنه، لما يخرج هتعرف انت ليك اكل ولا بحلقه؟ الاثنين، انت نسيت ولا ايه؟ ماشي، قول يا ابو السيد، ايه حكايه سيد ابو الليف ده؟ لا ده سر المهنه، سلام عليكم. بقول لك ايه؟ اوعى تنسى الافراج الصحي اللي وعدتني بيه وانت بتلف فلوس القضيه، امشي لي فيه. طب هات النضاره. هات الافراج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لا ده احنا بقت صحتنا زي الفل النهارده. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبي. انت مش مصدقني؟ يا واد بطل ضكش بقى. طمني الاول عليك وعلى اخواتك. مش ناسي حد؟ ما انا خايف اسالك يعني تروح قايل لي حاجه تغمني كده. طيب اسيبكم انا تاخد راحتك. شاكرين يا باشا. شاكرين يا فندم. شاكرين يا فندم، الف شكر. زي ما وعدتك يا حاج، هتلاقيها بحطت ايدك، واسامه وطارق زي الفل. انا كلمت لك المحامي كمان عشان يمشي لك في موضوع الافراج الصحي. بجد يا سيد؟ يعني في امل يا ابني ان انا اخرج من هنا واعيش وسطكم من تاني؟ عيبه فرحات، انا عمري قلت لك على حاجه ما حصلتش. طب يعني قول قول، ما تقلقش انا زي ابنك. ما اتكلمتش مع زبده انها تيجي تزورني؟ كلمتها طبعا، بتقول لك ان هي مش قادره تشوفك بالبدله سرقه، ومفرتكه البيت من العياط، ومستنياك على نار تخرج لها بالسلامه. يا رب يا سيد. خد بالك انت بس من نفسك ومن صحتك، كله هيبقى تمام. الو، اسامه انت فين؟ طب انا 5 دقايق وهبقى عندك. انا في القاهره بخلص مصلحه. سلام. الحمد لله على السلامه يا كبير. تشرب ايه؟ هات قهوه يا حسين. لا 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 لا، انا اللي عايز اكل واللي عايز اشرب. روح. انا جاي اطمنك على ابوك واطمن عليك انت وطارق ووردة. احنا زي الفل، كله تمام. طب الحمد لله. قول لي، الزبده ماشيه عدل ولا عامله عوق؟ على طول في الاوضه والباب مقفول بالمفتاح زي ما اتفقنا بالظبط. 100 100. انا ظبطت الدنيا مع الدكش، هديله 100,000 جنيه عشان يحل عن سمان. 100,000 ايه؟ هتجيبهم منين دول؟ ده احنا طلع عين ابونا على ما جبنا ال 30,000 بتوع المحامي.
تتدبر، ما تشغلش بالك انت. تتدبر ايه بس؟ انت كده بتخوفني عليك اكتر والله. ما انا هجدولهم له زي ما جدولت فلوس المحامي. تجدول ايه؟ دول عايزين 100 سنه يتجدولوا فيهم يا سيد. دول 100,000 جنيه يا سيد. ما خلاص يا اسامه، كل شويه تقول لي الرقم اللي انا قايله لك اساسا، ما انا عارفه. ربك بيبعت. انا دلوقتي بقيت الحارس الخاص بتاع الراجل الكبير، والناس دي بتدفع فلوس ياما عشان تامن نفسها في اللبش اللي حصل في البلد. المهم اطمن انت، فتح عينيك كويس على اللي في البيت، خصوصا الفرسه الجامحه اللي من غير لجام دي. ماشي تمام؟ انت الفلوس؟ ما تجيب النضاره دي لف. انت هتقلب اخوك يا ولا ايه؟ مالك من نفسك حبيبي. مالك سعد؟ ها؟ فاكر ازاي داري المبلغ اللي طلبه المحامي عن بابا؟ هو هيعرف منين؟ إيه؟ انا اللي اعرفه ان سالم بيه سايب كل حاجه تحت ايدك في الشغل. ايوه بس حسابات البنوك وشوف السحب والاداء بتروح لكل اول شهر، ومبلغ زي ده اكيد هيلفت نظره، وخصوصا هو مش باسم حد من الشركه. بسيط، اكتب الشيك باسمه وانا اصرفه. والله؟ وانا ايه خليني اكتب شيك زي ده باسمك انت يا سيد؟ رشاوي، رشاوي يا فندم، جمارك، تراخيص، ضرايب، تسهيل، معروفه. مش سهل انت يا سيد على فكره. انت تأمريني سعد. يا اهلا، هل هلالك شهر مبارك. يا جدع ده انا قلت ان انا مش هشوف وشك تاني. عشان قلت معاه يعني؟ يا سيدي، تعودنا على كده. انا ما قلتش معاك يا صاحبي، دي فلوس شغل وعجله دايره، وانت راجل في السوق وهارش. هارش. عموما يا معلم حسونه، انا جاي لك في حاجه تاني خالص. خير؟ سالم بيبي سلم عليك وبيقول لك شد حيلك، عنده طلعه قريب بفلوس كتير جايبها له جمال السكري. عجبني جمال السكري ده قوي، مركب عجل في رجليه وفاتح كرشه على الاخر، ولا ما يكون بياكل في اخر زاده. وعامل لنا فيها من الشرفاء. باشا انا جاي ابدي الندم على غلطتي في حق الكبار قوي يا باشا. شكلك عقلت يا ابو العز. يا باشا ربنا يكفيك شر الكيف، الواحد لما بيعلي الطاسه قوي ما بيدرش هو بيقول الا بعد فوات الاوان، بس ما عليك يعني قلبك كبير وهتسامح. هتسامح ولا ايه؟ ماشي الحال يا ابو العز. حبيبي يا باشا، طالما مشي الحال بقى، بالمناسبة يعني سلم بيبي سلم على معاليك وبيقول لك هو طالع بفلوس كبيرة قوي الحسونة، فلو في عندي معاليك حاجة عايز تطلعها معاه بالمرة ابعتها له. هاي، أنا مش هطول عليك، أنا جاية أطمن على أخبارك مع بسنت. سألتها إذا كانت موافقة ولا لأ؟ أيوة سألتها وقالت لي إنها موافقة. طب عظيم جدا، عندك حاجة تانية ولا خلاص كده؟ لا حجج ولا غيره، بس الأوله شرط آخره نور زي ما بيقولوا. واي نوت؟ وماله؟ أشرط يا عريس. جوازنا يبقى عرفي. إيه؟ عرفي؟ ده على أساس إنك شقطني من الشارع ولا معيوبة؟ يا ستي اهدي عليا شوية بس، لا ده ولا ده. أمال إيه؟ فهمني. أنا عايز أتأكد إنك أنت عايزة تتجوزيني ليا أنا، مش لفلوسي. ما تقول كده من الصبح، ربنا يسامحك. والجواز العرفي هو اللي هيثبت لك ده يعني؟ هو أنت ما تعرفيش إن الزوجة العرفي ما تورث؟ بقالي كتير ما شفتكيش، قلت أجي أطمن عليكي. معلش والله غصب عني، انت عارفه بقى البيبي محتاج رعايه طول الوقت. عشان كده ما جيتيش تتمرني معايا زي ما وعدتيني. لا الحكايه دي بقى محتاجه بال رايق. طب وانت بالك مش رايق ليه؟ شكلك اصلا مش رايق، احكي لي فضفضي. والله ابدا، وجيه بس واخد كل وقتي مش اكتر. لا اذا كان استاذ وجيه ما حدش فينا يقدر يتكلم بصراحه. قولي لي انت الاول عامله ايه في الشغل؟ بس انت عامله معاكي ايه؟ ولا اي حاجه، هتعمل ايه يعني؟ مبسوطه جدا. مفيش فوق سياحي بيجي يتمرن معايا غير لما يسيب ملحوظات شكر على المجهود اللي بعمله معاهم. طب كويس قوي، عظيم. طبعا البركه فيكي، لولا انك وصيتي عليا ما كنتش خدت الشغلانه اصلا. واديكي يا ستي بيضتي وشي. انت متاكده انك كويسه بجد؟ صدقيني مفيش حاجه، لو كان في حاجه كنت هحكي لك. الواحد ما بيصدق حد يساله مالك عشان يتكلم. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا سيد، هظبط كل حاجة وهتعرف مني أو من بابا. تحت أمرك يا فندم. بس 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 سيد، سيد يا تصدق شلت حجر كبير كان على قلبي. محتاجة لك.
انا تحت امرك زي ما قلت لك. هو انا جات لي فكره ما اقدرش اثق في حد غيرك ينفذها معايا علشان اقدر احافظ على حقوقي وحقوق ابني في البيت ده. وانا معاكي. سماح مالك يا سماح؟ أم عجمي ميت بقاله 8 سنين. وعشان كده عمالة تصح كده؟ أنت فاهم ده معناه إيه يا سيد؟ معناه إن عجمي ميت بقاله 8 سنين. سماح الحي أبقى من الميت، والحي هو اللي هيجيب حق اللي مات وحق اللي حي كمان. فاهمة حاجة؟ عيط يا سماح، تصبح على خير. اتفضل يا باشا. استناني انت هنا يا ابو رح. ماشي يا باشا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ابو العز؟ يا اهلا بيك يا سعاده الباشا، اهلا بيك. عامل ايه يا ابو السيد؟ حد يبقى شغال مع سالم بيه شخصيا، ومش مبسوط وراضي يا ابو العز بيه. ابن اصول يا عرب. ايه الحكايه؟ انت رجلك خدت على الجرداية ولا ايه؟ والله يا باشا زي ما المثل بيقول كده، الرجل الدب مطرح ما تحب، واحنا بنحبك لله في لله. ولا شايف لك شوفه زي حسونه؟ لا يا باشا مانيش بتاع الكلام ده. امال مهجه الروح والقلب اعمل فيها ايه؟ ما حبيب الا الحبيب الاولي. طب يا سيدي ربنا يكملك بعقلك. انا يا باشا ما بيحركنيش من بيتي غير القرش، سواء القرش اللي بيتصرف او القرش اللي بيتشرب. من الاخر كده يا باشا انا جاي في اي قرش. تعجبني. سيد امرنا يا باشا. بس انت كانت كلمتني عشان عايزه تصرف شيك ولا عايزه تديه لك؟ في الحقيقه ما كنتش مركز معايا فما فهمتش كويس. اوصل لغايه عندها شوف هي عايزه ايه، اكيد هتفهم اكتر. حالا اكون عندها يا فندم باذن بقى. وقت ماشي يا عرب، معرف سلام. ها عملت ايه؟ عملت زيارتين، زياره الحسونه وزياره لجمال باشا السكري. عال سبع ولا ضبع؟ والله يا باشا في وسط الحيوانات دي كلها اسد بعون الله. صباح الفل يا ابو السيد. صباح الفل يا ابو رعي. ايه رايح فين بالعربيه دي يا ابو السيد؟ خش اركب مشوار كده في القريه. تعال خدني معاك فسحني. يلا بينا. يا عم ابو رعي اجانب بقى هيص. براحتك يا صاحبي. يا بورع ده اول مره تشوف اجانب بيلعبوا البتاع ده ولا ايه؟ لا سيد انا لازم ارجع للباشا دلوقتي حالا. فيها بورع؟ مفيش حاجه، افتكرت موضوع مهم كان قايل عليه الباشا وانا كنت ناسيه. تعالى يا سيد. تعالى يا فندم. ده شيك بالعربون اللي طلبه المحامي. ربنا يجعله بفايده. بس كده في مشكله. مشكله ايه؟ هعمل ايه بالشيك ده وانا هنا؟ لا ما انا هستأذن لك من بابا عشان تنزل توصل الشيك بنفسك. طب عدم المؤاخذة يعني، ولو انها رزالة مني ممكن ابيت ليلة واحدة واجي تاني يوم على طول؟ ماشي. كتر ألف خيرك يا فندم، كتر ألف خيرك. ومالك مبسوط قوي كده ليه؟ أصل بيني وبين سعادتك أهلي وحشوني، قلت بالمرة يعني أطمن عليهم على أخبارهم. طيب خلاص، خليهم يطلعوا لك عربية من هنا، تخلص بيها مشاويرك وتطمن على أهلك وترجع على طول. كتر ألف خيرك يا فندم، تأمريني بحاجة تاني؟ لا شكرا. اتفضل. على طول. لا عفارب عليك، ده انت طلعت خنيس قوي. والله يا باشا اكل العيش يخلي الواحد يعمل قرد سعادتك. اتفضل. في حاجة يا ابو رعي؟ لا مؤاخذة يا معلم، عايزك في كلمتين كده على انفراد. طب بعد اذن معليك سعادة الباشا. انت عارف انا شفت مين دلوقتي وانا بتمشى انا وسيد في القريه بتاعت سالم باشا؟ هتكون شفت مين يعني؟ ياد عمرو دياب. يا ريت كنت شفت عمرو دياب يا باشا،
انت فاكر البت الصحفيه اللي جت عندنا المنطقه من كام شهر وكانت السبب في القبض على المعلم حناطه يمك وعزوز الويلي وحماده مسطرين؟ حماده مسطرين بقى الاسماء دي كان لازم تتحبس من زمان. ياض ايوه فاكرها البت بنت الجنيه دي اللي خلعت على طول. انا لسه شايفها دلوقتي على الشط وهي بترقص مع شويه اجانب. انت متاكد يا ابو راعي ولا السيجارتين اللي ضربتهم في الطريق عاملين لك تهيؤات؟ تهيؤات يا معلم ان شاء الله تطص في نظري. هي هو انا توه عنها ولا انت ناسي يا معلم لما رميت شباكه عليها وكنت عايز اتجوزها وهي خدتني على قد عقلي لغايه ما خدت كل اللي عايزاه مني وفي الاخر سابتني وكتت؟ خدت منك اللي هي عايزاه ازاي؟ خدت منك يا ابو راعي؟ وقال يا معلم بترقص مع شويه اجانب كده حاجه اسمها روبكس. ايه روبكس ده؟ صنف جديد ولا ايه؟ لا مش صنف جديد، دي رقصه كده فرنج بترقصها مع الخواجات. ده كده يبقى وراها مصيبه. روح انت يا ابو راعي اما نشوف لنا صرفه. ماشي يا معلم، سلام عليكم وناسف للمقاطعه. كان بيرغي معاك في ايه كل ده؟ والله يا باشا حكايه كده يعني مش ولا بد، بس الاصول والعقل بيقول ان الحاجات اللي زي دي لازم معليك تاخد بيها خبر، لان السكوت عليها نتيجته مش مضمونه. كلام خطير جدا يا ابو العز بيه. واللي انا مستغرب له بقى يا سليمان ان البنت دي تعدي من تحت مناخيرك ازاي؟ ده انت يعني سيد مني شماوي يا طايره. الهانم هي اللي مشغلاها ومصيه عليها كمان. انا فاكر انها تعرفها. هتعرفها منين ولا ازاي؟ دي بلوه سودا واتحدفت علينا يا سليمان. دي بنت داهيه. دي كانت السبب في رفع اسعار المخدرات الفتره اللي فاتت. كده بقى وجب التعامل معاها. ايه الدوشه دي كلها؟ عشان ايه كل ده؟ ردي عليا واخلصي، تعرفيها منين البنت دي؟ من الكوافير. ارتحت؟ ها وبعدين؟ كملي. اكمل ايه؟ بعد ما عرفتيها ايه اللي حصل تاني؟ ما حصلش حاجه. كلمتني في التليفون وجت زارتني بس. ليه؟ ليه ايه بتطمن عليا؟ وبتكلمي معاها في ايه بقى؟ الله، هو ايه اللي الله؟ ما تنطقي. هنكون بنتكلم في ايه؟ كلام ستات عادي. يوه، ما تقولي في ايه بدل ما انت عمالك تزعق في وشي كده. عايز اعرف كل حاجه بالتفصيل. يا سيدي مفيش حاجه خالص، كلام اتنين ستات وبس. عادي يعني بنرغي في اي حاجه. يعني ما بتسالكيش في اي حاجه خاصه بالشغل؟ هي عارفه اني ماليش دعوه بالشغل. وتعرف منين بقى؟ مش محتاجه ذكاء يعني، كل الناس اللي حوالينا وفي حياتنا عارفين مفيش حاجه في حياتي غير ابني والبيت وبس. ممكن افهم بقى حضرتك ايه الاهتمام الزياده اللي بيها ده؟ هو مين اللي بيسال هنا؟ على فكره انا قلت لك اللي عندي وخلاص. عموما من هنا ورايح لا تعرفيها ولا تسالي عنها، وتمسحي نمره تليفونها وتعملي لها بلوك كمان. يا سلام. انت كمان هتناقشيني؟ انت تسمعي كلامه بس، انت فاهمه؟ ايه ده يا سيد؟ فيها متر؟ دول 300,000 جنيه، واحنا متفقين على 375,000 جنيه. يا راجل خضتني. لا كده تمام. مبلغ بسنت بس مخصوم منه نسبة ال 20% خصم من المنبع. تعرف يا ابو السيد، أكتر حاجة تعجبني فيك إنك زي ما أنت عارف اللي ليك عارف اللي عليك. أنا بقى عملت اللي عليا يا متر. جبت لك ديك رومي سمين. شد حيلك أنت بقى، أهبر بس بالراحة. لا 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 يا ابو السيد، نظرة الشك اللي في عينيك دي قلقاني. ثواني، أنا هكشف لك كل أوراقي، بس أرجوك الموضوع ده محدش يعرفه بيني وبينك. عيب يا متر، ده احنا دافنينه سوا. بسيطة، واحد من طرفي تبعي هيغير حرز القضية، هيبدل الباسبور المزور اللي اتمسك في إيد باسم ربنا يفك حبسه بواحد سليم اللي جابته لي الأنسة بسنتي لما جت معاك. وده يهد القضية إزاي؟ نعم، ده مش يهد قضية واحدة، ده يهد 100 قضية. ولو عايزين أرجع لكم بالتعويض على وزارة الداخلية بس بالنص، أنا تحت أمركم. لا، واحدة واحدة عليا متر، وفهمني بس بالراحة. هفهمك يا أبو السيد. موكلي الغلبان باسم بيه ربنا يفك حبسه، قبل ما يتمسك في المطار بأسبوع كان سهران في نايت كلاب موجود في القرية، وكان معاه حتة دين بنت. جمال إيه؟ رشاقة إيه؟ حلاوة إيه؟ تحل من على حبل المشنى. جمالها لفت نظر مين؟ مين يا متر؟ الضابط أشرف الله يرحمه، وحب يعلقها منه، لكن موكلي الغلبان باسم بيه ربنا يفك حبسه راجل قوي، محبش يكون خرنج في القعدة، والمزدة بتاعته بتتاخد منه. حصلت خناقة بين الاتنين والضابط أشرف شتم موكلي. موكلي ردد عليه وقال له: اوعى تفتكر عشان انك انت ضابط شرطة تتحامى ورا رتبك ومكانتك وتترازل عليا وتاخد مزتي مني. لا وألف لا. راح الضابط أشرف رادد عليه وقال له: أنا حورنك الرتب دي
والرتب دي هتعمل ايه معاك؟ واخد في وشه وخرج. مين بقى؟ يا سبحان الله. ايه؟ كان قاعد وشاف اللي بحكهولك ده بالظبط وحيشهد معانا وحينوبه من الحب جانب. جرسون غلبان من البحيرة وحياخد قرشين من الحسبة بتاعتنا انا وانت. قوم ايه؟ ايه؟ تربص الضابط اشرف الله يرحمه بموكل الغلبان باسم بيه ربنا يفك حبسه، وهو قاعد في كافيتيريا المطار بيشرب القهوه بتاعته، وقبض عليه ظلما وعدوانا، ومش كده وبس، لا ده بدل الباسبور السليم اللي في ايده بواحد مزور عشان يحبسه. يا ابن الكلب. يا ابو سيد سرحت في ايه؟ سرحت في ايه؟ في دماغك السم. طبعا انت معتمد في خطتك الدفاعيه دي ان اشرف الله يرحمه مش هيعرف يدافع عن نفسه. هو في واحد يا ابو السيد الله يرحمه هيعرف يدافع عن نفسه؟ الله يرحمه بقى ويسامحه، كان مفتري ده هو برضه. صباحيه مباركه يا عروسه. لا والله. يعني ايه مش فاهم؟ هقول صباح والسلام. صباح الخير يا سيدي. لا كله الا الصباح ده، انا لازم افهم دلوقتي انت شايف الحكايه زي ما انا شايفها ولا انت عندك راي تاني؟ الله، وانت هتمسك لي على الواحده ولا ايه؟ مش انت اللي كنت مستعجلة على النزول وهرشت مخ عشان تنزلي قبل ما النهار يطلع والواد يصحى ويروح المدرسة؟ اتحجج بالواد بقى اللي عايز يروح المدرسة. ولا يهمك، أنا صبرة يا حبيبي على كل حاجة، وبعدين مش كل الكلام تاخده على صدرك كده، صحتك. أنا صحتي بومب وزي الفل وأصبى من أي عيل في العشرين. هو الكلام عليه جمرك؟ ده أنا لمست بنفسي يا حبيبي إنك أصبى من أصبى واد عنده 20 سنة. أنت بتروحي فين كل شوية؟ ما أنا مرزية أهو. هكون بروح فين؟ ده انا ما اتحركتش من مكاني. قول لي بقى هنعمل ايه في موضوع الفلوس اللي انت عايز تقلبها من الواد سيد؟ اديني مستني. هيتكلم. هيروح فين يعني؟ ما هو اصل روحه في ايدي. تسلم لي يا سبعي. بتقولي ايه مش سامع؟ ده تكنيله مراهق ناقص. تسلم لي يا اسد البحار. بقول لك ايه؟ ما تيجي نتقابل النهارده بقى. واش واحدة واحدة على نفسك، خلي الحكاية متدارية، داري على شمعتك تقيل. لا كده مش هينفع، أنا جديت أيضا نار من امبارح وتعبان. أيوة هي كلمة واحدة، هعدي عليك أخدك وأروحك بنفسي. ولعلمك امبارح كان جاز صناب، النهاردة هيبقى في دمار شامل. ماشي، نعمل لك لجنة رأفة وندخلك ملحق، على وعسى تحسن. الحمد لله يا رب. تسلم إيدك يا وردة. عجبك الاكل بامانه؟ لا بصي، في فرق في المستوى باين، واضح ان اسامه فتح نفسك يعني وخرج المواهب المدفونه. وبعدين بقى ينفع كده تكسف البنت؟ سيبك انت، مفيش حاجه جايه في السكه. يا مسهل يا رب. ايه يا سيد اللي جاي؟ لا اصل اسامه ووردة بعتوا يجيبوا صينيه بسبوسه، فانا بسال اذا كانت الصينيه جت ولا انت عايز دلوقتي يعني؟ مش فاهم. بسم الله حلوا بالمره. انا هستنى البسبوسه. انت حر بقى، دي ممكن تيجي كمان 9 اشهر. ده بتاع البسبوسه عم ناصيه، اجيبها انا. يا جدعان ما ينفعش كده. عاجبك كده يا عم سيد؟ الواد عايز يساعدك يا اخي. بقول لك يا ورده. نعم. امك يعني لا حس ولا خبر؟ الحبسه في الاوضه عوجتها تنام بدري. خدنا فيها ثواب يا اسامه. بس والنعمه ساعات بتصعب عليا. كل ما بتصعب عليك يا ورده افتكري قهرة عمك فرحات وهو مرمي في المستشفى بسببها. أنا عارف إن مهما كان هيهمك. هنعمل إيه يا وردة؟ يلا ربنا يهدي الجميع. يا رب. بقول لك إيه يا سيد؟ هو أنت بجد هتبات معايا النهاردة؟ ده أنا مش هبات معاك. ده إحنا هنستأذن وردة كمان عشان ناخد منها أسامة النهاردة. نبات في الأوضة إحنا التلاتة زي زمان مع بعض. طب ليه؟ إحنا مبسوطين عندنا في الأوضة. عارفين يا ولاد؟ رغم ان انا بقى ليا اوضه في الغردقه لاول مره في حياتي يعني، بس حضنك وحشنا قوي. بجد بقالك اوضه لوحدك؟ يا اخي، بس الملحوس ملحوش بقى، الاوضه كان فيها قتيل. يا خراشي، بتنام لوحدك فيها ازاي دي يا سيد؟ مش خايف يطلع لك عفريت؟ لا بس ما تقلقيش، القران ما بيخلاش من الاوضه يعني، ربك هو الحارس. ها مسامحه في جوزك النهارده ولا لا؟ خده، انا برضك النومه في السرير لوحدي وحشتني. خده. طب نام لوحدك على طول بقى. بقك معايا بقى، مفيش بسبوسه جايه. Thank you.
شايف سبع البرومبا؟ أول ما حط راسه على المخدة نام. عرفت بقى ليه البسبوسة اتأخرت؟ يا دي البسبوسة اللي مش هتيجي. أنت شاغل نفسك بيها ليه؟ نفسي أعرف بس. قول لي الأول عامل إيه في المدرسة وأنا أحليلك بقى. تمام. تمام تمام ولا تمام نص نص؟ أحلف لك طب ده أنا امبارح صحيت الفجر عشان أذاكر قبل ما أروح المدرسة. يا ولا عايز تفهمني إن المذاكرة مقطعة بعضها يعني ما بتنامش؟ لا ما أنا كنت نايم حتى امبارح حلمت إن أنا شفت ماما راجعة بالليل من بره. نام أنت يا طلوق.